صرح الفنان حسين فهمي أنه متوقف حالياً عن تصوير مسلسل حافة الغضب مع المخرج حسني صالح، وسوف يستكمل التصوير بعد عيد الفطر مباشرة، وعبر عن سعادته بخروج العمل من السباق الرمضاني الحالي، حيث أكد أن كثرة الأعمال هذا العام تضر بالنجوم وتحرمهم من المشاهدة. حسين انتهى من تصوير نصف العمل والذي يجسد فيه شخصيتين مختلفتين تماماً. يشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر ورانيا محمود ياسين وداليا إبراهيم وروان فؤاد وشعبان حسين وأحمد حلاوة، وهو من تأليف محمد سليمان ومحمد الصفتي. فكر على مهلك ويبقى اتصل بي. غدا دي أنا هتجوزها. أنا ممكن أخليك مليونير في 24 ساعة. بقولك ابعد عنها يا فؤاد عشان ما زعلكش. ساعتها هيبقى معاك القوة ولا أي حد هيقدر يقف في طريقك.